وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر بروتوكول تعاون مع وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر. يهدف البروتوكول لتطهير أحد الأراضي المخصصة لمحطة الضبعة النووية بالساحل الشمالي الغربي بقيمة 2 مليون جنيه. كما وقعت نصر مع المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط السيدة جانيت هاكمان اتفاقا لتوفير منحة دعم فني لمساعدة الشركة القابضة لكهرباء مصر في تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بقيمة 1,900,000 دولار. بشكر الدكتور شاكر على يعني محطه الضبعه دي كل المصريين فخورين بيها، وانا عندي كل الثقه ان احنا هي مش بتختصر بس على تنوع الطاقه زي ما الدكتور شاكر اكد، ولكن هي هتساند بصفه كبيره جدا تنميه هذه المحافظه، وهتوفر فرص عمل كتير للشباب، لان بطبيعه الحال هتدي يعني تواجدها هناك بالفعل بدأ مستثمرين يتحركوا لهذه المنطقة، حاسين إن في تحرك من الحكومة لدعم ووضع البنية الأساسية اللي بتحتاجها للحصول لتنمية شاملة مستدامة، فبالفعل بدأ تجيب آثار إيجابية